السلام عليكم. اليوم رح نبلش بالوحدة الثالثة، وهي بتحكي عن الأنتي فايرال دراجز، الأدوية اللي بدنا نستخدمها لمقاومة الفيروسات. هلأ إحنا بنعرف إنه المضاد الحيوي بيقتل بكتيريا ما بيقتل الفيروسات، مضادات الفيروسات مختلفة عن مضادات البكتيريا. طيب نشوف شوية أشياء نتذكرها عن الفيروسات عشان نقدر نحكي عن الأدوية المضادة للفيروسات. Antiviral drugs are class of medication used specifically for treating viral infection. بدها تعالج التهابات فيروسية. For many years, possibility of treating viral infection with drugs appeared remote because ليش إنه العلاج للفيروسات مختلف شوية أو بده تحكم أكتر؟ Designing safe and effective antiviral drug is difficult. ليش صعبة؟ ما احنا كنا نعطي مضادات حيوية وما كان عندنا مشاكل. مضادات الفيروسات موضوعها انه مختلف شوية واصعب. اذا بدنا مضاد فيروسات safe. Because viruses use the host cell to replicate. يعني الفيروس بدخل على خلية الكائن الحي وبتكاثر فيها. فانت اذا بدك تقتل الفيروس رح تقتل خلية الكائن الحي. This makes it difficult to find target for the drug that would interfere with the virus without also harming the host organism cell. تمام؟ فاذا احنا بدنا نقتل الفيروس والفيروس متخبي جوا خلية الكائن الحي، او هو فعليا بيستخدم خلايا الكائن الحي، وفي هاي الحي احنا بنحكي عن الانسان، بيستخدم خلايا الانسان عشان يتكاثر. فانت بدك تقتل الفيروس وما بدك تقتل خلايا الانسان. A drug that would block virus production also was thought to be toxic for host. اذا كانوا بيعتقدوا انه اذا احنا بدنا نسكر على تكاثر او بدنا نخرب تكاثر الفيروس، بالتالي راح تكون الماده توكسيك للهوست للانسان. However, the major difficulty of developing vaccines and antiviral drug due to viral variation mutation. الطفرات بتصير في الفيروسات بشكل كبير جدا ماشي الحال. فكان الحل انه يا بتقتل الفيروس بانتي فايرال ايجنت يا بتطور فاكسين. الفاكسين اللي هو المطاعيم. هلا المطعوم عشان تطوره للفيروس، الفيروس بغير شكله بشكل اكثر من البكتيريا. البكتيريا اكثر ثبات، مش معناته البكتيريا ما بيصير فيها طفره، البكتيريا بيصير فيها طفره، لكن الطفرات يعني زي ما نقول عددها اكثر في الفيروسات منها عددها في الفيروسات أكثر من البكتيريا. The agent most active when viruses are replicating. تمام؟ هلأ الدواء بيكون active أكثر لما بيكون الفيروس عماله بيتكاثر. The most difficulty is that a substantial amount of viral multiplication has often take place before symptoms. عادة الأدوية الأنتيفيرال ايجنت بيكونوا فعالين أكثر لما بيكون الفيروس عماله بيتضاعف. والمشكلة إنه قبل يعني هاي المرحلة وقت تضاعف الفيروسات بتكون قبل ما يظهر على البني آدم أعراض، فأنت فعليا ما بتكون عارف إنه هذا البني آدم مصاب ولا لا، فكيف بدك تعطيه المضاد الفيروسات قبل ما هو تظهر عليه أعراض وحتى يكون إنه فعال؟ يعني معظم مضادات الفيروسات فعالة خلال 24 ساعة الأولى من الإصابة. تمام؟ وعادة الناس ما بيشكروا من مشاكل كتير خلال أول 24 ساعة من الإصابة. لذلك لما بيجي واحد عندك بعد 3 أيام أو 4 أيام من الإصابة، أنت ما بتقدر تعطي أنتي فيرال إيجنت، كأنه أنت بتمسك الأنتي فيرال إيجنت وتكبه بالزبالة على الفاضي، جاي متأخر كتير، الدواء ما حيفيده. أوكي؟ طيب نشوف كيف بدنا نتعامل مع هذا الموضوع. أول إشي نشوف نعرف أو نتعرف على الفيروس لايف سايكل. Viruses consist of genome. Genome يعني مادة وراثية. Stored in capsule made of protein. بسموها الكابسل. إذا في عنا مادة وراثية مغلفة بالكابسل تبعها. And sometimes covered with a lipid bilayer. تمام؟ وأحيانا بيكون فوق الكابسل هذه، فوق الكبسولة، في غلاف دهني.
تمام، مرات بيكون هذا اللاير موجود الطبقة الدهنية ومرات ما بتكون موجودة. sometimes called an envelope، يبقى في عندك جينوم في مغلف بكابسيد مغلف بانفلوب. viruses cannot reproduce on their own، هو الفيروس ما بيقدر يتكاثر لحاله، مش زي البكتيريا تنقسم وبتتكاثر متى ما صح لها وسط غذائي كويس تعيش فيه او الظروف كانت ملائمة. الفيروس لا، لازم ايش يعمل انفيجن لخلية كائن حي يدخل جواها يسيطر على آليات التكاثر فيها وبعدين يتكاثر. and instead propagate by subjugating a host cell to produce copies of themselves، بخلي الخلية اللي سيطر عليها هي اللي تعمل نسخ من الفيروس، thus producing the next generation. طيب، research is working on such rational drug design strategies for developing antiviral. It have tried to attack viruses at every stage of their life cycle. يعني هم لما بيعملوا مضادات الفيروسات بيحاولوا كل مضاد فيروسات بيأثر على وقت أو توقيت معين باللايف سايكل تبع الفيروس. يبقى لازم نعرف شو اللايف سايكل تبع الفيروس اللي ناسي يتذكروا معاه، علشان احنا ايش كمان شوية لما نيجي ناخد الفيروس الفلاني بيشتغل او الانتي فيروس الفلاني بيشتغل على الستيج الفلاني، لازم انت تكون عارف الستيجز هدول. هلأ عندكم بالكتابة هنا حاطط لنا اياهم 5 ستيجز، عندكم بالرسمة مقسمهم 4 ستيجز. في ناس مثلا لما بتقرأوا بكتب المايكرو أو بكتب الفارماكولوجي في ناس بيقسموهم 8 ستيجز. أوكي، فإذا الأغلب المعظم بيقسمهم 5 ستيجز وإحنا ماشيين على هذا الشيء. الفيرال لايف سايكل vary in their details but they all share general pattern. تمام، بيختلفوا عن بعض في الديتيلز بالتفاصيل. اول مرحله اللي هي الاتاتشمنت اللي هي الالتصاق، بيلتصق الفيروس بالخليه الهدف تاعت الكائن الحي. اتاتشمنت تو ا هوست سيل، نشوف على الرسمه هاي الفيروس اللي لونه اخضر وعماله بيلزق بخليه شبه خلايا الدم البيضاء. ماشي، فيروس اتاتشز تو ا سيل. اوكي طيب، وموضح لك انه في جوا الفيروس اللي هو لونه اخضر في شريط احمر اللي هو عباره عن الجينوم، هذا نيوكليك اسيد، يا بيكون دي ان اي يا ار ان اي. الفيروسات بتحمل ماده وراثيه، يا هي دي ان اي يا ار ان اي. احنا البني ادمين الماده الوراثيه تبعتنا دي ان اي واكثر من جين، تمام، ومحمولة على كروموسومات، لكن الفيروس المادة الوراثية تبعته إما هم نوعين، يعني فصيلتين رئيسيتين، كيف البكتيريا في بكتيريا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، الفيروسات في فيروسات منها تحمل مادة وراثية دي ان اي وفي فيروسات ار ان اي فيروسز. طيب إذا أول مرحلة هي الاتاتشمنت، المرحلة الثانية release of viral gene and possibly enzymes into the host cell. تمام، شو حاطط لنا عند بالصورة؟ virus penetrate cell، penetrate يعني تخترق cell membrane and inject nucleic acid اللي هو DNA أو RNA into the cell. أوكي، يبقى إيش في المرحلة الثانية شو بيصير؟ الفيروس بيطلع المادة الوراثية تبعته وبيدخلها جوا الخلية. هلأ احيانا الماده الكبسول نفسه ما في له داعي انه يدخل، هو الهدف الماده الوراثيه والانزيمات هي اللي تدخل. الكبسول موجود اساسا لحمايه الماده الوراثيه، كونه الماده الوراثيه والانزيمات فاتت الى داخل الخليه الهدف هنا ببلش الشغل، ما في داعي الكبسول يدخل. اوكي، اذا release of viral gene and possibly enzyme into the host cell، دخلت المادة الوراثية لجوا الخلية. إذا أول مرحلة attachment، المرحلة الثانية إنه المادة الوراثية تدخل الخلية. طيب المرحلة الثالثة شو بصير؟ replication of viral component using host cell machinery، المادة الوراثية بتتضاعف لكن إيش استخدم آليات الخلية اللي سيطر عليها. كيف الاحتلال مثلا؟ مش دولة بتحتل التانية وبتاخد ثرواتها المعدنية، نفس المبدأ
هون الفيروس احتل الخلية وخلى الخلية الهدف هي تشتغل له وتضاعف له المادة الوراثية. شو كاتبين عنا في الصورة؟ viral nucleic acid replicates using host cellular machinery. اوكي، لحد هلا احنا ماشيين بالصورة وبالكتابة سوا سوا. نيجي للمرحلة الرابعة، assembly of viral component، ماشي الحال، into complete viral particle. شو يعني assembly؟ يعني المادة الوراثية، بيكون فيه تصنع مادة وراثية وتصنع كبسولات للمادة الوراثية وبيتركب المادة الوراثية على الكبسولات. هاي المرحلة بيقولوها assembly. هاي المرحلة مش واضحة في الصورة، اوكي، هي ما بين بالصورة ما بين النقطة الثالثة والرابعة في كمان نقطة، فانت حط عندها ايش مرحلة زيادة اللي هي الاسمبلي. اذا اول مرحلة attachment، الثانية اللي هي البنتريشن اوف viral gene، ثلاثة replication، الرابعة assembly مش موجودة في الصورة، الخامسة release of viral particles to infect new host cell. بعد ما صار assembly، بعد ما تركب كل جين وإله كبسول، بعدين بيصير release. كيف يعني release؟ بيطلع شوي شوي واحد واحد في بوابة بالخلية؟ لا، الخلية كلها بتفقع بتموت، ماشي الحال، زي ما انتم شايفين في الصورة بيتمزق الجدار الغشاء الخلوي للخلية الحية كلياته عشان تطلع آلاف من ايش الفيروسات، وبتروح كل فيروس بيروح بيعمل انفكشن لخلية من أول وجديد. شو حاطين عنا في الصورة؟ New viral nucleic acid are packaged into viral particles and released from the cell. The host cell may be destroyed in the process. لا، هو مش maybe، هم دايما destroyed، ماشي الحال، الخلية دايما ايش اللي بكون مصابة بتخرب لما الفيروسات بيطلعوا منها. طيب هيك احنا اتعرفنا على دورة حياة الفيروس. نيجي نشوف الانتي فيرال دراجز. اوكي، بيهمني كل مضاد فيروسات وين بيشتغل، الميكانيزم اوف اكشن، على اي ستيج من الفيرال لايف سايكل بيشتغل. هلا هم مقسمين لنا اياهم ايش لنوعين من الادويه. اول شيء first drugs that directly impair virus replication، هذا اول نوع اللي احنا رح ناخده اليوم، والنوع الثاني رح ناخده المحاضره الجاي. اذا اول نوع ايش بيشتغل؟ impair virus replication، بخلي الفيروس ما يتضاعف. طب والنوع الثاني؟ النوع الثاني اللي حناخده المره الجاي بيشتغل على الاميونيتي، على المناعه. خلينا بالنوع الاولاني واللي هو منتشر اكثر واللي هو اسهل او ارخص. اوكي، drugs that directly impair virus replication، قسم لنا اياهم حسب ايش؟ حسب نوع الانفكشن. اول اشي رقم واحد هيربس سيمبلكس اند فيرسيلا زوستر. هلا اذا انت مش عارف شو الهيربس سيمبلكس والفيرسيلا زوستر، يا بتفتح كتاب المايكرو يا ايش بتركز شوي معاي علشان تعرف شو الهيربس سيمبلكس. هلا الهيربس سيمبلكس هي الفيروسات، مجموعة من الفيروسات بتصيب الأغشية المخاطية، يا بالتم يا بالعين يا بالجينيتاليا. أوكي، في منها هيربس سيمبلكس 1، في هيربس سيمبلكس 2، اللي أيام الامتحانات وأيام الستريس بيعمل لك تقرحات في الفم أو حمى بالفم، هذا بسموه هيربس سيمبلكس 1. أوكي، ممكن يصيب التم زي ما قلنا، ممكن يصيب العين ويؤدي إلى العمى، ممكن يصيب الجينيتاليا. طيب الفيرسيلا زوستر اللي هو بيعمل الحزام الناري، ماشي الحال. طيب ايش نعالجه؟ اذا هذا ايش الادوية اللي بدها تعالج مشكلتين المرضيتين هدولي. اوكي، اول واحد الايسايكلوفير. ايسايكلوفير مشهور كتير كتير، اسمه التجاري زوفيراكس. كيف بيشتغل؟ inhibit viral DNA synthesis specific for viral DNA less effective on the host. هلا احنا بنتذكر انه الفيروسات قلنا يا دي ان اي فيروسز يا ار ان اي فيروسز، هذا انواع ونوع بيشتغل، هذا بيشتغل على دي ان اي فيروسز وبيمنع السينثيسيس اوف دي ان اي فيروسز. منيح ولا مش منيح؟ كويس. الكاينتكس 27% absorbed from GI tract reaches the CSF، يعني لو الفيروس وصل الدماغ ممكن نستخدم الاسايكلوفير. التي هاف تبعه 3 ساعات.
طيب كيف بستخدمه؟ mainly for herpes simplex. زي ما قلنا في البداية بالأحمر شو كان مكتوب عندنا؟ الأدوية اللي بتقدر تستخدمها للهيربس سيمبلكس والفيرسيلا زوستر. أكثر استخدام الاسايكلوفير للهيربس سيمبلكس، وبرضه زي ما اتفقنا بزبط للهيربس زوستر. بس يعني هو بيكون موجود على شكل كريم أو تابلت. الكريم وفي عندنا كمان آي أوينتمنت. الكريم العادي بحدود 3 دنانير، التابلت بحدود 30 دينار. كتير الأنتي فايرال ايجنت غاليين مقارنة بالمضادات الحيوية. سكن انفكشن لابايل اند جينيتال هيربسز از توبيكال كريم. تمام، اذا بيستخدم للمناطق المصابة از توبيكال كريم. ممكن نستخدمه للأوكيولار كيراتايتس، اللي هو زي ما قلنا لما الفيروس بيصيب العين بيعمل كيراتايتس، تقرن في القرنية، وبالتالي بيستخدموا آي أوينتمنت. أو أميونو كومبرومايزد بيشنت، الأميونو كومبرومايزد بيشنت باستمرار بيصير عندهم تقرحات في الفم فبتستخدموا أورال. إنسيفالايتس زي ما قلنا هو بيوصل للسي اس اف، فبالتالي بقدر أستخدمه لالتهاب الأغشية تبعت الدماغ. فبالتالي زي مين ممكن يوصل لهناك يعمل لي انسيفالايتس التهاب في الدماغ؟ الفيرسيلا زوستر اللي بتعمل الحزام الناري، نفس الفيروس ممكن يوصل للدماغ. تشيكن بوكس اللي هو جدري المي ممكن برضو يوصل. and immuno compromised patient، الناس اللي مناعتهم ضعيفة الفيروسات ممكن تعملهم مشاكل في مناطق مختلفة في الجسم. طيب ماشي الحال، هذا اليوزز تبعه. طيب الادفيرس رياكشن، هلا انتم بتركزوا لي على الادفيرس رياكشن تبع الانتي فايرال ايجنت، اذا هو سيف ولا نوت سيف. بشكل عام بشكل عام الانتي فايرال ايجنت التوكسيسيتي تبعتهم عاليه شوي. كيف الانتي فانجل ايجنت توكسيسيتي عاليه شوي مقارنه بالانتيبيوتيك؟ نفس الشيء الانتي فايرال ايجنت توكسيسيتي تبعتهم عاليه شوي مقارنه بالانتيبيوتيك. طيب الادفيرس رياكشن ريماركابلي فيو بالنسبه للانتي فايرال ايجنت، ثالميك اوينتمنت ممكن يعمل اريتيشن. اورالي كوز دي اي ديستربنسز، اذا انت اعطيته اي في كوز هيديك. اند نيورو سايكاتريك رياكشن، ماشي الحال بيعمل عندي مشاكل في الجهاز العصبي وبيسبب لي مشاكل نفسية في البني آدم. أوكي طبعا، والمشاكل النفسية هاي قد تتراوح حسب انت شو بتعطي جرعة الديوريشن للدواء. فالسيستميك تريتمنت دايما بينعكس على مشاكل أكبر في النيوروسايكاتريك رياكشن. هذا اشي كتير غريب بالنسبة للأدوية. يعني كم من دواء أخذته بيعمل جي اي ديستربنسيز؟ كلهم ماشي. اكيد من دواء اخذته بيعمل نيوروسايكاتريك رياكشن، هذا اول واحد. طيب نشوف الفارماسيوتيكال بريباريشن، في عنا اورال كابسول 200 و800، اوفثالميك اوينتمنت وكريم اوفثالميك اوينتمنت لحال وسكن كريم لحال. تمام، نيجي نشوف الدواء الثاني. لايش هدول الدواء الثاني؟ للهيربس سيمبلكس والفيرسيلا زوستر. قلنا أول واحد كان الإيسايكلوفير، الثاني فام سايكلوفير أو باسم تجاري فام فير. هو أنتي فيرال دراج يوزد فور تريتمنت أوف فاريوس هيربس فيروس إنفكشن، موست كومونلي هيربس زوستر أو بيقولوا له شينجلز اللي هو قلنا الحزام الناري. إت إز أ برو دراج. شو يعني برو دراج؟ يعني بالشكل تبعه لما بفوت الجسم بيكون مش فعال، بنهضم جزء منه فبصير فعال. It is approved drug form of pencyclovir which improve oral bioavailability. مين هو البيمسايكلوفير؟ هو رقم دي. تمام، دواء تاني. هي يعني الفامسايكلوفير هو برو دراج من البيمسايكلوفير، يعني البيمسايكلوفير دواء والفامسايكلوفير دواء. اوكي، البنسايكلوفير دواء عادي مش برو دراج، الفامسايكلوفير برو دراج، لما بياخذوا الواحد بيتحول لبنسايكلوفير داخل الجسم. It is a برو دراج form of بنسايكلوفير with improved oral bioavailability. يعني شو الادفانتج تبع الفامسايكلوفير عن البنسايكلوفير؟ انه ايش؟ امتصاصه او الافيلابيلتي تبعته افضل. طب نيجي لرقم سي اللي هو فالاسايكلوفير باسم تجاري فالتريكس. دي اللي هو البنسايكلوفير اللي قبل شوي حكينا عليه وربطناه مع الفامسايكلوفير، انه الفامسايكلوفير برودراج والبنسايكلوفير مش برودراج.
في عنا ايدوكسيريدين باسم تجاري هيربليكس was the first widely used antivirus drug. It is superseded by acyclovir. ليش؟ لأنه الأسايكلوفير يعتبر أمن, but it is effective typically for ocular and cutaneous herpes simplex with a few side effects. في عنا ترايفلوريدين هو topical for treatment of herpes simplex. في عنا فيدارابين. أوكي, زي ما اتفقنا الأنتي فيرال ايجنت لازم يستخدموا خلال أول 24 ساعة من الإصابة عشان يكونوا إفكتيف, لأنه معظمهم بيشتغلوا على المراحل الأولى, يا بيشتغلوا على تضاعف الدي إن إيه يا بيشتغلوا على الأتاتشمنت. الأتاتشمنت اللي هي المرحلة الأولى, التضاعف الدي إن إيه اللي هي المرحلة الثالثة. ونتذكر إنه الفيروسات يا بيكونوا دي إن إيه فيروسز يا بيكونوا آر إن إيه فيروسز. طيب هلأ في عنا هنا المجموعة الثانية من الأدوية, هاي بتشتغل على Human Immunodeficiency Viruses, على الـ HIV Viruses. هلا الـ HIV Viruses من الـ RNA Viruses. الـ RNA Viruses بسموهم Retroviruses, وهنا حاطينكم الـ Structure تبعهم عشان يميزوهم عن الباقي. زي ما اتفقنا معظم كل الفيروسات إلها جين وإلها كابسول وإلها Envelope. أوكي, هون عايد لكم نفس القصة عشان تتذكروهم, بس الجين تبعه إيش هنا عبارة عن, نطلع جوا 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 عند الخط الأحمر, viral RNA. المادة الجينية هي RNA, وبنفس الوقت بيكون معها إنزيمات عشان تدخلها على DNA. مش إحنا مادتنا الوراثية DNA, هم RNA هدول المجموعة. أوكي, هلأ علشان المادة الوراثية تبعت الـ RNA تبعت الفيروس تدخل على المادة الوراثية تبعت الـ DNA تبعت البني آدم, لازم لها إنزيمات خصوصي, فبيكون معها الفيروس بنفس الكور تبعه بيكون معها reverse transcriptases, بيكون معها إنزيمات reverse transcriptase عشان تحول له إيش الـ RNA تبعه لـ DNA, ويقدر يدخل على DNA الخلية ويسيطر عليها. وبرضه بيكون شوية viral enzymes ثانيين, وبيكون في عنا الانفيلوب, وزي ما اتفقنا الانفيلوب هاي ممكن تكون موجودة أو مش موجودة, لكن الريتروفيروسز عندها إيش الانفيلوب هذا. طبعا الريتروفيروسز أسوأ من الفيروسات العادية, أسوأ من DNA viruses. طيب نشوف إذا المجموعة الثانية Human Immunodeficiency Viruses اللي هو الـ HIV اللي هو بسبب لنا مرض الإيدز. بينعطى أدوية كالتالي, أول واحد زيدوفيدين بيختصروا بالرمز AZT Affect Retroviruses. مين هم الريتروفيروسز؟ كمان نرجع نأكد عليكم, هم الـ RNA Viruses. كيف بيشتغل؟ الأكشن Inhibit Enzyme اللي هو RNA dependent DNA polymerase, وبالتالي inhibit reverse transcription, يعني ما بيخلي ال RNA يتحول إلى DNA, وبالتالي ما بيقدر يدخل على المادة الوراثية تبعت البني آدم. أوكي, إذن هذه الخطوة مهمة كتير. زي ما اتفقنا ال RNA viruses بيقولوا لهم retroviruses, الإنزيم أو الأكشن تبع الدواء تبعنا إنه بيمنع ال reverse transcription. طيب الكاينتكس تبعه absorbed well, حوالي التهاف تبعه حوالي ساعة, available as capsule and syrup. Uses الزيدوفيدين is indicated for serious manifestation of HIV patient with AIDS. Treatment may reduce the frequency of opportunistic infection and may prolong survival. هلا العلاج لا مرض الإيدز, ما في مرض, ما في دواء بيشفي تماما من الفيروس, لكن الأدوية شو بتعمل؟ prolong survival, بتطول فترة الحياة تبع البني آدم أو بتأخر انهيار جهاز المناعة. هلأ هو البني آدمين اللي بيصابوا بفيروس الإيدز ممكن يقعد 10 و15 سنة ولسه ما انهار جهاز المناعة عنده, فالأدوية اللي بياخدوها الأنتي فيرال ايجنت تلعب على هاي المرحلة إنها إيش prolong survival أو تطول المرحلة اللي بينهار فيها جهاز المناعة, وبرضو كمان بتقلل frequency of opportunistic infection. opportunistic يعني انتهازي, كونه هو جهاز المناعة عند البني آدم بيضعف, فبصير في عنا إيش
بصير عنا التهابات انتهازية في الوضع الطبيعي، ما بتقدر تدخل على البني آدم العادي لأنه مناعته قوية، لكن الناس اللي بينهار جهاز المناعة تقدر هاي الفيروسات أو البكتيريا تعمل لنا مشاكل. فبالتالي الـ AZT أو الزيدوفيدين بيقلل opportunistic infection وبيزيد السيرفايفل للناس المصابين بالإيدز. زي ما بنعرف إنه الإيدز بعد فترة بينهار جهاز المناعة عندهم، وتحديدا إيش الجزء من جهاز المناعة اللي بينهار، اللي هو التي هيلبر، الخلايا التائية المساعدة اللي هي فعليا تعتبر المحفز الأساسي لجهاز المناعة، هي اللي بيستهدفها فيروس الإيدز. طيب الادفيرس رياكشن تبعته نشوف منطقيين ولا صعبين كتير. اناروكسيا، نوزيا، فوميتينج، هيديك، ديزينس، ميالجيا. ميالجيا اللي هي تعب العام وتعب في الاعضاء في العضلات عفوا. تولرانس ديفلوب ديو تو ذيس، يعني بعد فتره بصير تعود عليهم. ونيوتروبينيا اند انيميا، عدد ايش النيوتروفيلز بيقل وبصير عندنا ايش فقر في الدم. طيب ماشي الحال. اذا اول واحد اللي هو زيدوفيدين، الثاني ايش اسمه؟ ديدانوسين، هذا بيستخدموه تتريت اتش اي في فيروس ريزيستنت AZT. يعني اذا المصاب ما بيستجيب للزيدوفيدين بيعطوه ديدانوسين. طيب نيجي للمجموعه الثالثه اللي هم انتي انفلونزا ايجنت. تمام، الانفلونزا فيروس اللي هو شو اسمه، الفيروسات المسببة للانفلونزا، ممكن نعطي أكثر من دواء. في عنا واحد من هذول الثلاثة اللي موجودين، في عنا أمانتادين is effective only against him against influenza A. طبعا في عنا influenza A وفي subtypes لA، influenza B وsubtypes لB، وبصير فيهم mutation بين كل فترة والتانية. أوكي، إذا الأمانتيدين بس بزبط للإنفلونزا A. طيب الأكشن، it act by interfering with uncoating and releasing of virus genome into the host cell. يعني هو بيخرب على المرحلة الثانية بالفيروس لايف سايكل، هو بيمنع الأنكوتينج وبيمنع إنه إيش المادة الوراثية تبعت الفيروس تدخل على الخلية. طيب كيف نستخدمه الأمانتيدين؟ may be used orally for prevention and treatment of infection with influenza A زي ما اتفقنا نوت B. ملاحظة، vaccination is better، إنه أنت تاخد مطعوم الإنفلونزا أفضل من إنه تاخد الأمانتيدين لما تصاب بالإنفلونزا، وزي ما اتفقنا في المراحل الأولى من المرض. برضو استخدام ثالث غريب للدواء، also used to treat Parkinson disease. مين هذا باركنسون؟ اللي هو مرض الرعاش. تمام، طب شو دخل هذا في هذا؟ لقوا انه الامانتيدين بزبطنا الناس اللي معاهم باركنسون ديزيز. طبعا هذا استخدام غريب للدواء، انتوا لما اخذتوا الباركنسون بادويه تنين اخذتوا الامانتيدين، فايش تذكروا انه هو هذا الدواء انتي فايرال ايجنت بالاساس تصنيفه، مش انتي باركنسون ايجنت. اوكي، هو بالاساس تصنيفه انتي فايرال ايجنت بس بيزبط لعلاج الباركنسون. في شغلات هيك بتصير بالادويه، دواء ملوش دخل تستخدمه لعلاج شيء ثاني. سايد افكت ديزنس، نيرفسنس، انسومنيا اند هيدك، هذول مقدور عليهم. بيعمل سي ان اس ديستربنسز، هالوسينيشن، delirium، coma if the patient has impaired renal function. ماشي الحال، فيعني السايد افكتس تبعته مش سهلة. may induce convulsion، تمام، بيعمل اختلاجات زي كأنه الواحد مع صرع. فبالتالي مش سهل اني اخذ دواء هيك زي الامانتيدين على انفلونزا. اوكي، واحد انت عادي بتفلوز بالسنه مثلا 4 5 مرات، اتس اوكي، يعني الاعراض الجانبيه للانفلونزا ما حتكون سيئه بالسايد افكتس تبعت الدواء. لكن نقول واحد اميونو كومبرومايزد، ماشي الحال، هو اساسا مناعته ضعيفه، الناس اللي حواليه فلوزوا بالانفلونزا A، ماشي الحال، اتس اوكي، نعطي امانتيدين. انت عندك امتحان شامل، اخوك الصغير في البيت فلوز، فمتوقع انت تفلوز، بتاخذ امانتيدين مع اول عطسه، اتس اوكي.
12 الحال، لكن في الأوضاع العادية الناس العاديين نقولهم ما ياخذوا الأنتي فايرال ايجنت زي ما اتفقنا التوكسيسيتي تبعتهم عالية شوي. طيب في عنا الريمانتيدين، it is an orally administered antiviral used to treat and in rare cases prevent influenza virus A infection. هلا لما بيقول لك الدواء treatment زي ما قلنا في 24 ساعة الأولى من الإصابة، وفي بعض الأدوية خلال 48 ساعة الأولى من الإصابة من السيمتومز، لكن إن في أدوية تانية بقول لك treatment and prevention. طبعا لما بيكون الدواء treatment and prevention، prevention لمين؟ للناس العاديين أوزع عليهم antiviral agent وعرضهم للسايد effects تبعته عمال على بطال؟ لا، prevention عادة بنعطيه للناس في الهيلث كير بروفايدر اللي هم الدكاترة الممرضين، لما بيكون في إشي وبائي بعطيهم antiviral agent كprevention. طيب في عنا الفيدارابين effective هذا in DNA and RNA viruses، بيزبط للDNA viruses والRNA viruses، وعايش بيشتغل أو كيف بيشتغل given injection for انفلونزا. اوكي، هلا لما احنا بنحكي عن الانتي فايرال ايجنت معظم الطلاب بيسالوا او ببلشوا عندهم يتساءلوا عن الكورونا. الكورونا رح نحكي عنها بتفصيل اكثر في المحاضره الجايه، يعني المحاضره الجايه بناخذ تتمه الانتي فايرال ايجنت وبنحكي عن كيس على الانفلونزا لانه هي اكثر شيء انتم رح تتعاملوا معه، ورح نحكي عن ايش المانجمنت للكورونا فايروس.